امبارح بي ولدن حضرنا تارتار سمك مع مارون. اليوم رح نشتغل بالقريدس، ووصفتنا هي شريمب with peach and horseradish غمولاد. لهالوصفة بدنا نبلش أول شيء بالغمولاد، دخل له درة، بدنا horseradish أو فجل الحر، بدنا كمان maple syrup، خل البيض الأبيض، عصير الأحمر الحامض الأخضر أو اللايم، بدنا سكر وملح. أما القريدس قياسه بدنا نجيبه 16/20، مقشر ومنظف يكون. بدنا كمان جزر نقصهم مكعبات صغيرة، الكرافس كمان، زعتر أخضر، ملح خشن، خل نبيض أبيض ومي، هيدا لتحضير القريدس. أما الغارنيتور بدنا ورق السلري، بدنا تشايفز، لايم، وورق الغار. أكيد من بعدها رح ندوق سوا هالشريمبس، شكلها كثير طيبة وصفتنا اليوم. رح ناخد بريك، من بعدها رح تنضم لإلي ناتالي بي بالانس، ورح نحكي عن the best appetizer ممكن نختارهم أكيد من منظار غذائي، وبعدين في تيبس. ناخد بريك ونرجع. البلد منه مكرسح. لا ما بدنا نخوف الناس، انا ضد التخويف عن جد. بدنا نعيش، وبدنا نروح، وبدنا نجي، وبدنا نعيش طبيعي. كيف نحن جينا على الشغل اليوم؟ انا كل يوم بروح وبجي على الشغل. من وين بتجي؟ بجي من كسروان. من كسروان مشوارك طويل معنا. على 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 السلقه، بعدين لهون، بعدين على جميزة، بعدين على الحمرة. شفت؟ شفت؟ بمرق كل النهار. بعدين النهار ما بيختلف عن الليل. لا أكيد. نحن بفتكر كناس كبشر بنفكر إنه الليل بيخوف أكثر من النهار. نو. بس إتس ذا سيم، يعني الوضع نفسه بالنهار أو بالليل. ما بتعرفي. كله أمان. كله أمان. مشاهدينا كله أمان. خاصة هون. أو أكل الأمان كثير طيب. خاصة هون. أكل أكل آمن. اليوم ريدس. بتحبي الريدس؟ أوه شو هالأشياء الطيبة بطنجة يا مامون. إيه توب، هيدي مي. كلها أمان. شو بدنا نعمل أول شيء؟ اليوم رح نعمل وصفة هينة وسريعة، قد إيه عندنا وقت بيزوي لأنه بعتقد رح تخلص بسرعة. 10 minutes؟ 20 minutes. اوكي 20 مينتس. طيب 20 مينتس ماشي الحال، بدنا ندبر حدا. اول شغله رح اعملها، رح احضر مي لاسلق قريدس. رح اسلق قريدس، بس القصه مش بسلق قريدس. اوكي بس اكيد رح نعمل المشاهدين كيف بنسلق قريدس بطريقه هيك مهضومه ويطلعوا قريدسات مسلوقين مضبوط، مش قاسيين، مش مهلوطين، منن اوفر كوكت، فيهم طعمه طيبه. منن مزنخين. شو بدك بعد؟ ومنن مزنخين. شو بدك بعد؟ شو كله فرم فرم. بقشرته ما هي نشيل فرن. طيب رح نعمل اليوم شريم. اذا بدك اتس كولد ستارتر. الكولد ستارتر فيه يحطه بفيرين، فيه يحطه بصحن، فيه يحطه ب مشبوش اذا بدي كمان، او بكوكتيل باللي بدي اياها. اوكي هالستارتر بعتقد يعني اتس جوينغ تو ساوند ليتل بيت ويرد انه نعمل قريدس مع 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 درق، بس بس رح نعمل صوص بالدرق. الصوص بالدرق. رح نعمل صوص بالدرق، صوص باردة إذا بدك. بالدرق. اوكي. هالصوص رح تكون معمولة من درق، رح نبرشهم بلاش. رح نحط معهم هون حطيت جزر، كرافس، ثوم، ورق غار، رح أحط سكر، رح أحط خل أبيض. ليه سكر؟ لانه السكر بيقسي الجلد السكن الفلاش، واكيد بيعطي طعمه طيبه كمان للقريدس. حتى ملح خشن نحنف بس هيك. اوكي شو بعد بدنا نحط؟ خلينا نحط شويه بقدونس، هيك دول بقدونس صغيرين مهضومين. شو بعد بدنا نحط؟ شو عندنا بعد؟ هيك ما بدنا اياها هيك هون على جنب. شوفوا لنا شباب وين القريدس هيك؟
جايب الانيسيت، لحظة واحدة واحدة على البطل. يا بطل يا مارون. اوكي، هلا رح نجيب الانيسيت من البراد. يلا. إذا بدك فينا نجيبهم. رح حط بعد شيء بمية السلق. يلي هي هون. شو عندي هون؟ بتعرف شو رح أحط؟ بعتقد بتطلع كثير طيبة بمية السلق. شو مرتبين هالأنيسيت؟ رح حط ستار أنيسيت، صار لي مسات وصلت بصفصف بربهم. آه. لكن أترك الراس. تركت لهم راس وتارك الذنب. عندك مقص باي ذا واي؟ انا ما معي مقص. شو بدك؟ يمكن عندي مقص بلا بلا عندي مقص هون. خلص بدي استعمله بعدين مش هلا، بدي احلق لهم. رح احط ستار انيس بقلب المي، رح اعمل انفيزيون فيهم. اوكي. اوكي. رح احط هيل. هيل. عبالي هيك اعملها تو اكزوتيك، يعني كون شيء اكزوتيك ما بيفهم. روقي لقلبي، خليني اجيب المدقة. بدك تكسرهم. تكي تكي. كومينج. كمين كمين كمين. شو حلوة ريحة الهيل. اوكي. هلا بالانيس اتواليا ما عندي مشكل، بس رح احط الهيل هون. بس خلص كسرنيهم. حطيتهم هون. بدك تدقهم؟ يا بدقهم حتى يظهروا كلهم. الا عن نفسهم. هيدا شو؟ هيك بيقولوا. هيدي كزبرة. اوكي، هيدي كزبرة. هيدي هيدي بهار ابيض حبة مني معروف. اي بس. على طول بقول للمشاهدين، يعني من اللي عم بعمله انا هو شوية اذا بدكم انسبيريشن فيهم هن على طول يفكروا بهي الطريقه لما يكونوا عم بسلقوا عم بدخل هلا شغله، انه كيف نحن بدنا نجيب طعمه طيبه ونحطها لنطلع اكل طيب، لنطلع فليفرز، لنطلع شيء. لازم نكون عم نعمل شيء اكزوتيك. كيف بده يطلع اكزوتيك اذا فرجينا؟ ولا واو. حطهم هون. رح ياخذ وحده بعد. خلص لشو خلينا نشيل هدول. هلا شو رح نعمل تينا؟ رح نتركهم يغلوا، بعد ما يغلوا رح اتركهم شوي صغيره لحتى تعمل انفيزيون المي لتطلع الطعمات بقلبها. مين وايل نحن بعدين نرجع نسلق الاريبيس وبنكفي فيهم. هيدي بس بردون تكي برمون هيك نتفي. كان يسمل. اي سمل الهيل. كيك طعم. حتشوفي طعمه الهيل قديش حتطلع طيبه على تطلع طيبة مع القريديس. هلا مين وين شو بدي اعمل؟ رح ياخذ كفوف اشتغل شوي، بدي الرق، بدي ابرش، بدي ملغي. لا عشان هيك رح احط كفوف. هلا سو بيسكلي الشمس مسلوق، الشمس رح ينسلق صوص معه، رح ينعمل بوست واللي حيجي معه صوص. كيف تعمل الشريم كوكتيل؟ اوكي، رح نعمل الشريم مع مع رمولاد بالدرق. فيك تقولي رمولاد، فيك تقولي كوكتيل بالدرق. سامحيني. ايه سامحيني. اوكي، دريقة اثنين. انا باي ذا واي الدريق اللي فيه اللي فيه سكن ما فيه ما فيك تحمله. بعرف. بتعرفي؟ قايل لي مرة. قايل لك قبل. اي كانوت. بزرزر بدنك؟ ايه كثير. مع الكفوف؟ شوي حتى مع الكفوف. شو حاسس هلا؟ حاسس بقشعريرة. ليش جايب نوعين؟ مش بقصدي، لانه بعثوا لي هودي بالغلط. بالغلط قصدك عاطل. بعثوا لي وحده وحده، طلعت بالمكتب لقيت عندي دراق بال 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 بالبراد، انسحبت وحده من هدول اللي جبتهم. اوكي، فمش انه عم بتشاطر يعني. لا انا فكرت بلكي عم تخلط نكهات او شيء. ما فيها بس انه 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 بدي اقول لك شغله. بس خلينا نوطي هيدي. بدي اقول لك شغله، مزبوط انا مش عم جرب اخلط نكهات، بس بوتنشال لما تكوني عم تشتغلي بالمطبخ. بس فيها بلس، مش نا مش ماينس هالكومبينيشن. يعني لما تكوني عم تشتغلي بالمطبخ مرات بتنقطعي من شغله بتعملي سبستيوشن لإلها. يا ما بتكون تتخيلي شو الريزلت، بس بيطلع لك ريزلت بتاخذ الحق. سو هالستاندرد بساعتها بصيروا هاي. كاتيا كاتيا انت بتحسي بقشعريره لما تحمل الدرقه؟ جيبنا درق نكتارين. ما هلا هون في وحده هيك في ما تعتلي زنطه وحده مع رابر. لا لا اللي جيبها ما معي انا زنطه وحده بالعكس بكلها كمان. ايه طيبه انا كمان بحبها. شو شربيل؟ يلا شربيل. ولا اوكي هو النكتارين لحظه عم بشرب قشرتها. شو بحب قشر الدراق. اوكي كيف عم تخيلي الطعمه بدها تطلع تينا؟ يعني هديك قشرتها اكسبريس. محتال مارون. قشرتها ما في احملها لانه اذا بدي ذوقها. هيك الشيف دائما بيطبخ حسب ذوقه؟ لا لا إيه؟ لا مش ذوقه قصدي، حسب القصص اللي هو بحب ياكلها او ما بحب ياكلها.
يعني طعميته هيك. ليكي انا ما في اطبخ شيء، اجمالا كل شيء بحب. اوكي بس مثلا هلا اذا في بهار سبايس ما بتحبها مثلا، في ناس في سبيسيفيك سبايسز ما بيحبوها. صح، بتتفادى تطبخ فيهم، بتتفادى تطبخي فيهم على طول، بيكون عندك تورنير معين لحتى ما تطبخي فيهم او تورنير تحتالي عليهم، لحتى تحتالي عليهم. عرفتي؟ يعني مثل ما انا عملت هلا بالدراق. مظبوط. This is obvious. انه خطر براسي دغري اقشرها. ليش؟ لانه انا ما بحب اشي الدراق، واذا بدي ذوقها رح احس انه رح تزعجك، رح تزعجني. فقلت لا، ما بدي احطها. الريدس قد ايه بده وقت سلق؟ هو بده شي دقيقة بعتقد. هلا هون شو رح اعمل؟ دغري رح اخذ خليك المبرشي ويعني هي هي تقلك لايم. رح اخذ لايم. هذا مش انا ايه؟ رح احط برش لايم على هون. هلا معي مبرشي بالسيارة رح تطلعها. رح احط برش لايم على هون. هلا كنت عم تسأليني انه الشيف لما بيطبخ جمال انتينا على طول لما بنعمل ميكس اد ماتش، هلا انا بتقولي لي شو ما بتحب تاكل؟ بقول لك ما في شيء ما بحب اكل. ما في شيء بهمني اكل اكل طيب، يكون الاكل معمول طيب. مرات في قصص ما بكون ضيقه او ما بكون ما بحبها براسي بس بجربها وبغير رايي بذات الوقت. ولا مثلا انت بتهوي مثلا ضفادع؟ اي بزاق كثير هيك قصص. عصافير كثير. اوكي كثير بتحب هم الاكلات اللي انت بتحبيهم. مول بموت بالمول. لا انا هول ما بحبهم مثلا. انا اكشلي ما فيني اقول ما بحبهم بس مش ضايقتهم. هلا بتقولي اويسترز مثلا. اويسترز اويسترز هي من القصص اللي ما بطلبها انا ضايقتها يعني ما بطلبها وما باكلها، بس انه اذا نوع جديد بس بطبخها. تطبخها وتطبخها بشكل رائع. وهلا نية اوكي ما في شطاره بالنية، نية انه اهم شيء تنقي اي اويستر تكون فريش. اي لهون عم بحط لايم. اوكي بعد في شغله بدي اياها بياخذ بروحه بيجي بهالمبرشي معهم بعرف ليش. خليها. هلا انا كان بدي هوس راديش فريش مرقي، جبت الفجل العادي رح ابرش. أوكي. فجل عادي ورح جبت معي هوس راديش كريم. رح احط شوي صغيره منه. نحن بدنا التحرحر. نحن ايه بدنا هيك البانجن اللي بتجي من ال هيدا. رح احط لها بعد شو احط لها اولي بعد هلا بنشوف. هلا هي بتعرف شو طيب معها؟ حبيت فكره الميبل سوري. طيب معها بيبرونشينو كمان. كانه رح احط ومنه برسات مشاهدينا بس رح احطه. ايه فكره الميبل حلوه. ميبل يلا حطي. ليه مدخلين ميبل؟ ميبل لنعطي كمان سويتنس يعني رح يكون في عندك. ميبل مش عسل لتس سي. نو هذا ميبل اكيد. لانه الميبل رح يكون عندك هال اذا بدك الكونتراست بالطعمين بين السويت والساور والبتر. سويتنس رح تجي من الميبل، ساورنس مور اور ليس رح تجي من الدراق. البترنس رح تجي من اللايم من الزيست. من البترنس واسيديتي ات ذا سيم تايم. سو بتشوفي هالميكس اند ماتش بهالطعمات. هلا بالاخر بدنا نشوف كيف بيطلع معنا. اوكي ماشي حالك. الله يستر. هلا اوكي خلينا نجيب واحد بيبرون. واحد بيبرونشينو. لكينا برشنا دره. صح. زدنا فجل او هورس راديش. هذا بيبرونشينو. برش لايم، عصير. صح. لايم. صحيح. ميبل سيرب. صحيح. وبيبرونشينو. بيبرونشينو. هلا لوفلي لوفلي. اول شيء التكستشر تبعها حلو. اتس فابولس. شكلها بياخذها لون كمان ما بعرف. رح ياخذ شويه بيبر كمان. بنملح هون. اوه منيح ما وقعت. بنملح او لا؟ شوف المشاهدين انا شو قوي بس. بنملح. ايه رح احط شويه ملح. بنملح تحمل ملح. هلا بدي منك تينا تولعي حطيه على الدوز للهيدي ملي معروف. اوكي اوكي خلصنا. هيدي مشي مشاهدينا بس هي فلتت يعني مش اكثر. فكت فكت. اوكي طيب هلا شو بدنا نحط؟ بيت ملح. هلا اذا بدنا نعمل شغله طيبه كمان فينا نعمل، فينا نحط عليها زيت زيتون. قبل ما نحط زيت الزيتون رح اخذ هالقريت سيت شميت ريحه المي تينا ورح سقطهم كلهم هون. اذا بتشوف في اباندنس بالماي مش انه مي قليله. ايه المي كثير شوي
رح انطر النار لترجع المي لترجع تغلي، بس ترجع تغلي رح وطيها كثير لحتى تو بوتش ذا شريمبس. انا وين تو بوتش هلا؟ شو الفرق؟ الفرق انه اذا تركناها تغلي، اذا تركناها تغلي المي الغالية المي المغلية او اللي عم تغلي بتقسي الفلاش بتطلع يعني هالكونتراكشن هالتيشوز اللي بقلب القرايتس بده يشدوا؟ بشدوا كثير بسرعة. اوكي لما يشدوا كثير بسرعة بتلاقي بتطلع القرايتس عم تمغط تمغيط. اوكي بديها تقرش وتكون عم تدوب. بس لتقرش وتكون عم تدوب القرايتس بحطها على هذه الحرارة اللي هون تقريبا اذا بدك عم نحكي على عم ترجف بس يعني عم ترجف يعني عم تحكي هون عندنا 80 ديجريز. اوكي بهال 80 ديجريز رح تاخذ شوية وقت أكثر رح تاخذ فليفر وساعتها بشيلها ما بضطر حتى بردها. اها لأنه أنا ما بدي برد كل البيربس تبعي هلا بردون استوي الريتسيت وشيلهم خليهم يبردوا بس هن شو بدهم وقت هلا؟ ما بدهم شيء هي خلصوا انا بحس they're ready كأنه خلينا نشوف لك هيدي برمت ايه هيدي برمت يا حية بس ما بدها اذا بتحطي ايدك عليا بتشوفي انه بعدها طرية سو هودي رح اتركهم هلا رح ارجع اشيلهم ونظف الروس ونظف كل شيء فيهم انا رح احلق لهم يعني لاستعمل الراس انت بدك تخلي الراس بس للشكل بدي فكوا عنه للشكل مزبوط ما بدي اياها ما بدي راس يضل لاستعمل لشيء كرمال خليهم هون رح شيلها اي شيء مش مشكلة كرم عينك هلا هون شو رح اعمل رح اخذ بس شوكة ذوقها لحتى بلش هون اظبط الطعمة طيبة طيبة ما حطينا بدك تدوقي الهورس راديش حطيت فجل بدك تدوقيه على بالك بندوق يلا المفروض تكون حارة أو لا شوي منا كثير حارة شاطة يعني ايه هيك ايه شوفي طعمة الفجل شوفي طعمة الدراع خليها مع الريديس هلا هي رح تضلها بعد شوي طيبة كثير طيبة اتس ريليش اند رمولاد ات ذا سيم تايم اتس فريش ريفريشينج نايس بس انا برايي بتروحي بعد لقلا لايم بعد تحمل حموضه تحمل شوي يس نو بس قولي مش كرمالي ولا كرمالك كرمال ما بعرف مين عبالي حط لها زيت زيتون فينا نحط زيت What do you think؟ اوكي هذا زيت زيتون مش كثير او بالوصفه مش موجودين مشاهدينا بس انا بحب هالنوع من الصوصز ولا هلا رح تشوفي انه عندك شيء ثاني كطعمه هلا بالنسبه للريت سيت خليني اشوف شو صار عندي هون هلا هودي الوسخين هودي النار رح شيلهم لانه برايي استووا رح اتركهم هون هلا برجع ارجع بلش فكفك الروس اوكي ورح اخذ المقص هلا بعمل راس واحد انت ليه سلقتهم مع الروس اذا رح ترجع تشيلهم لأنه بدي استعمل الروس رح تستعمل الروس بس استعمله البرزنتيشن الروس ما بدي اشتغل فيهم هني و هني و اوكي هني و هني هني بدي اشتغل فيهم مطبخين لانه انظف واحيان واللي بدي اوكي هلا هي رح شيلها نحطها هون وي دونت نيد ات هيدي مية السلق ما بينعمل فيها شيء مية السلق هيدي ابدا 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 ما في استعمال لها شيء لا مش مثل السمك نو هلا رح اخذ المقص يعني المقص هون مشاهدينا شو بدي اعمل فيها؟ اعطوني راس فلتين اول شيء بدي اصل له هدول الشوارب ما بدي اياهم هلا اكيد بعد شوي رح اجيب مي وثلج شو بدي احط الروس كلهم بمي وثلج لحتى انظفهم على الاخر حتى بس اعمل برزنتيشن يكونوا ابرند اوف اوكي عم بحلق له يعني هلا هيدا مساقه بلا اجرين بلا شيء مثلا باخذ هذا اللي عنده اجرين اول شغله بعملها بشيلهم هدول كبهم خليني تعرفي شو بعطيني صحنتين اعملي معروف لشيل الريدس عليهم وريدسات برجع بظبطهم طيب هذا الصحن از اوكي اوكي صحن اثنين ولا هلا الريدس هيدا رح ارجع انقعهم انا بشويه زيت وشويه لايم زيست ما رح اتركهم هيك بلين مثل هن مدافين هني مدافين هلا بنقعهم بس خليني اول شيء اعمل طيب هاتي شو هي مفكهم اوكي سو بالنسبه لهي الريديس هيدا شفتي كيف شلتها او يحيي خليني اشيل هيدا الاول هيك اجرين هي بتقعد بالمقص هيك
اب تريك. هدول بشيلهم، هدول بقصهم شوارب. فصار عندي بس ولا بس احطهم هلا بمي الثلج، شوفي كيف بيطلعوا. فوالا هلق شاطر انا تمام. فوالا هلا شوفي كيف رح نشتغل فيهم خرش خاتم. هيدي الصوص، هاي الصوص برايي هلا اتس جوينغ تو بي وندرفول، بس انا كمان بدي اتركها لتعمل شوية انفيوجن، تعمل شوية انفيوجن وتنتقل. لما نرجع التيستينج كيف رح نكون مقدمينهم حد بعض مع بعض؟ لا بس نرجع على التيستينج، في برزنتيشن معينه انا بدي اعملها لالهم. قبل بدي اخذ هودي كلهم اقصقصهم هون، جلسهم اوكي، نظبط لهم شكلهم، نظبط لهم يعني. شكلهم هدول هلا ما بكبهم، هدول بقصهم في اخلطهم مع الرمولات جوا، حطهم بقلبها. اوكي رح ارجع هلا دايركتلي انقعهم شوي بزيت، زيت ولايم، زيت ولايم. حلو. طعمة الأراديس بتجنن. زيت ولايم، الزيت واللايم شو رح يعطيهم؟ رح يعطيهم نكهة ما رح أكيد يكونوا حامضين. حلو. لأنقعهم بزيت ولايم شو لازم أعمل؟ خليني أجيب هيدي، هي زيتها هون. نحن بعد البريك لوين منتقلين تاتيانا؟ بلوك نوت استعجل عطينا نحطنا هون تاك تاك. سو شفتي كيف اخذنا فيهم من محل لمحل؟ هلا خبصت ما خبصت لايم ورح احط معهم كمان، ما رح كتر اللايم جوس شوي. رح زيت؟ شوية زيت حار لأنه هون زيتات حارين، شوية زيت زيتون. اوكي هودي هون مشاهدينا بخلطهم هيك شوية مع بعضهم. واو. واللي بقدر أعمله بعد كمان هي بتتاكل باردة؟ طبعا هلا هيدي فيك تكليها هلا هيك دافيه، هلا دافيه بس هي نحن رح نخدمها بارده. اوكي بس انا اللي عملته تينا اذا بدك سلقتها ما بردتها بمي الثلج لانه بدي تضلها طعمه البويون اللي طبخت فيها على الأريديس. أوكي. اذا اخذتها حطيتها بمي الثلج شو بدي يصير؟ الطعم اللي اخذتها الأريديس هو اذا رح يضل منها رح يروح قسم كثير كبير منها بالمي، هذا الشيء انا ما بدي اياه يصير. اوكي هاي حقيقي هون، هون صار عندي رمولات. أنا هلا في عندي برزنتيشن إذا بدك يعني. شو حلو. هلا هون صار عندي رمولات. خليها للتيستينج. عندي الأريديس أكيد. هلا تحت الهواء رح أشتغل بهواء أظبطهم شوي. هودي رح آخذهم أفرمهم، آخذهم مع شوية رمولات وأكلهم. صحتين على قلبك. أوكي. طيب خليني كفي أنا بال. بس listen you can share it with me. Oh great. Yeah, thank you عن جد. You're so kind مارون. ما بعرف شو بدي اقول لك. هلا اكيد الرمولات مشاهدينا اذا ما لحقتوا تحضرونا هلا من الاول فيكم ترجعوا تحضروا الفقره بكاملها وباقي فقرات الايف على ام تي في الايف على الفيسبوك. اذا بعد ما عملتوا لايك جو هيد اعملوا لايك، وفي صفحه مارون كمان اكيد مارون عم بيحط الريسات قبل بنهار. صح الانجريدينتس قبل نهار الانجريدينتس هيك الواحد بيقدر يحضر حاله لتاني نهار، واللي ما لحق يجي يحضر حاله سو بيقدر يشوفهم كمان وبياخذهم وبيقدر يعمل ريران على ام تي في الايف. سو بين ام تي في الايف مارون شديد بتقدروا تشوفوا هون الانجريدينتس ما بيروح عليكم شيء، ما بيروح عليكم شيء مشاهدينا يلا بس تو لايك اور بيجز. طيب رح ناخذ بريك نحن من بعدها لكينا بلوك نوت وبنرجع بنلتقى بتيستينج. MTV مش لحدا، MTV لك، MTV مش لحدا، MTV
بعد. ايه كملوا من سيارة. اهلا تمام كاتشا سن سنينة بس اليوم ابيتايزر يعني ايه بس مش حيلا ابيتايزر ايه طبعا طبعا لا اكيد مش حيلا شو مدامك هيك يا كاتشا رح بلش عندك دغري بس ناخد صورة قبل اه يلا بس قبل 12 بالليل فوتو باسبور بدك وقف على الحيطة باسبور اجنبي ولا لبناني بتغير الصورة لا 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 ما بعرف باسبور لوفلي هيك حبيت الباك جراوند كمان هيك منك هيني شاطرة هي واو عندك مية مخبية لوفلي عن جد لوفلي طيب رح اعمل وحدة هلا على الهواء دي المشاهدين هون اللي عملته هيدي الدب مش اكثر بكثير من الشريمب الموجود عليها؟ نو رح اقول لك ليش؟ لانه كمان هيدي فيك تاكليها لحالها از سالاد اتس نوت جاست الدب عشان هيك انا برهن لك انه انا اللي عم بقوله مضبوط رح اعطيك اياها تاخذي وقتك تدوقيها على رواق ونحن بنعمل وحده مع المشاهدين عندك دقيقتين بعدين بريك وبعدين ثلاث دقائق رح اعمل وحده لتنين من بعد فوالا فهيدي كمان بس باردون دوقة على مراحل يعني ايه على مراحل طبعاً إذا بدنا فينا نعملها هيك على نبكن بصحن كبير بدها صحن كبير هلأ تود بي نايس لو عنا أفوكا نعمل شيء بالأفوكا حدا هون أو كروستيني عليها أفوكيدو ما تود بي ريلي جريت أوكي سو بس هلأ يعني ناقصة هيدي إسكيوز ماي استرشي بعد استرشي غدا لا أعرف لا لا خلص ما رح تديني عليها بقى بس هلأ سؤال كيف بدها تاكلها؟ بدها تاخذ شوكة وسكين تستعمل الصحن؟ اه مش بإيدها يعني وعندها ملعقة الشريمب بلعقة فيها تاكل شريمب بإيدها إذا بدها فيها تاخذ هيدي يعني إنه شي لازم تدبت بالهيدي أو بدها تاكل من هذيك بريحها أنت شو رح تعملي كاتشا؟ هلا فيك تاخذي شو كل الأنظار عليا شوف كاتشا كيف رح تاكل هيدي ملعقة طيب ميرسي بتفضل على شغلك بسكر البردية بتفضل على شغلك هلا هي إجمالها بتاخذيها بإيدك يو دبت أند يو إيت إت واللي بيبقوا بتاكلين بالملعقة أوكي هلا هون شو رح نعمل؟ رح ناخذ هيدي انا قررت ما اخذها بايدي مش الحال اليوم ولاد؟ اه برافو شو حطينا هون؟ كيف قديش حطينا؟ لك شكلك لك شكلك حلو بالكاب اوكي رح نكفي شوفتها هيدي بعد الوقف لا نكفي شوفتها هلا ونروح على الوقفه بس نرجع بعد عم بتزعبر لانه شيء كثير طيب مضطر زعبر طيب ليك فينا ناكل من الصحن يعني كلي حطي الصوص على هيدي انه ايه ودقيقة خلينا نعمل برزنتيشن ما بدي برزنتيشن يا زلمة خلص ها نعمل هيك اوكي اوكي وهيدي حصل لي هون اعملي دب هونيك ما بدي ايديك لهون نعمل برزنتيشن للمشاهدين بس هيدي عن جد ابيتايزر لانه ما فيها نكهة ملح اي لاف ات انا كثير حبيتها طيبة كثير كثير حبيت الميكس مع بعضه شو رح اعمل؟ رح ارجع اخذ هيدي حطها هون هيك للمشاهدين هيدي بحطهم هيك في شيب مشاهدينا باخد هيدي الشريمب الراس اللي نظفته بحطه كمان بهذا الشكل كنت بفضل يكون عندي ورق بيض تبع السلري بس بما انه ما عندي ما في مشكل رح احط هي شو يا شباب شو طيبه مروان حبيت كثير طيبه اكله انا اي لاف ذس شو فينا ناكل معها هي هيدي شو فيها ناكل معها؟ فيك تحطيها مع سمك حتى مع سومو او سمك صغير فيك تعمليها مع سومو بتمشي مع الدجاج بتطلع بعد بريزيوم بتطلع كثير طيب مع الدجاج او مع سومو بتمشي؟ معلوم ريلي اوف تخيل سومو بتعمليها حتى مع سموكت سالمون اه اذا كنت اسايد مع سموكت سالمون او تحتها هيك اذا باد يعني اذا بدك اذا سايد ريليش اتس ريليش اتس ريليش يعني بالاخر فينا انا شو بعد ناكلها مع شو هون بس عم كفي هيدي تركي صغير حلوه حبة سيبولات على السريع وهيدي فجلاية هون هيك لناخذ شوية كونتراست بالالوان وهيدي لمين بدنا نعطيها هلا ما بعرف فينا يلا هلا هلا بدل في زبونات هلا هلا هيك حبيت البريزنت حبيتها انا فكر بعد اعمل اشياء في حد هيك انا مبسوطه عم بحس عم باكل بهذا الجات اللي حلو انه بتاكلي بهذا الجات
الاكل بالجاد طيب، شو بده طيب بالجاد. اوكي وهالسكين اللي كثير سمباتيك. تحيه لك، شو حلوه صارت. لافلي. صار عندي كيكه مثل غارنيش. ليكي كاتشا شو حلوه صارت. نايس. اتس فول اوف كولرز. طيب فيكم قليتين اصغر، فيكم هو اقل دبشين ما حبيتهم. خلص ما بدنا نعمل اكثر من هيك مشاهدينا. هيدي للويك اند. لا بعد ما بلش، ما بلش ويك اند. بكره الجمعه. بكره مضبوط. هيدي للويك اند. بدنا نحضر لها. بدنا نحضر للويك اند. بكره شو عندنا مانون؟ بكره عندنا شيء كمان سمك؟ بس بكره انا بني جاي. لا مانون، طيب انا ما رح اشوفك. Very important something to do in the morning. That's why we're gonna miss you. So we'll see you on Tuesday. Sure, أكيد. Great. مشاهدينا مكيفين ألايف. أنا بلاقيكم بكرة الصبح.